السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متتبعي قناة زهيراندا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما وعدتكم عندنا الدرس ديال المبرة الثاني اللي قلت لكم عليه. هاد المبرة اللي عندي كما كتشوفوا عندي المبرة حرير، يعني حريرية، ما عداش الاتجاه هكا الاتجاه هكا، الحريرية دائما كتكون هكا. غير أن الحالة الخاصة اللي عندي اليوم هي واحد السيدة يعني غليظة، اكيد نتوما كتصادفوا في حياتكم بحال هاد الحالات. ما يمكنش انكم تجي عندكم مرا غليظه وما تعرفوش كيفاش تفصلوا لها واخا الثوبنا على قدو، ضروري كاين حالات باش تفصلي هاد الثوب. كما قلت لكم حنا كنصادفوا هاد الحالات، كتجي مرا غليظه ما يمكنش نقول لها سيري انا ما نقدرش نفصل لك ولا ما نعرفش داكشي، يعني انت خصك تعرفي كيفاش تتعاملي مع الثوب ديالها وتخرجي ليها القفطان ديالها ولا الجلابه ديالها على حسب الشكل اللي بغات هي. ان شاء الله اليوم حنا غادا نديرو هاد القياس. انا عندي 3 متر ها كما كتشوفوا، ها نتوما الثوب راه مطوي على جوج هكا على الطول، يعني 3 متر وقولوا 10 سنتيم، يعني كاينه 5 سنتيم زايده هنايا، يعني 3 متر ديال الطوب ديال الثوب. والسيده كما كنعرفوا عندها والعرض ديالو، العرض ديالو كنظن متر ونص. عندي هنا 54 وعاد الجهه الاخرى شحال 84، يعني متر وربعين، غتكون متر وربعين في العرض ديالو. دابا احنا غادي نديرو هاد الحاله اللي غادي تكون شدينا الثوب طويناه على جوج وشدينا القد ديال الجليل اللي غنديرو ليها وطويناه هكا. ها نتوما كما كتشوفوا، شوفوا مزيان كيفاش طويتو هكا، وخليت هاد القد هاد القياس الاخر خليته باش هو اللي غنخدمو به الكمين. يعني حنايا هاد الحاله كيكون ان القفطان ديالها مسدود من القدام، يا الجلابه يا القفطان اللي هكا هاد الديكور كيكون مسدود من القدام. عاد حنا اللي بغينا نحلو الاتجاه الجهه اللي بغينا نحلوها، على الاقل بعدا نصايبو ليها البياسه ديالها. وغادي يكونوا في هاد الحاله كاين الخراط في الكمين، في اللور ديال الكوين. يعني ها نتوما تابعوني وان شاء الله غادي نستافدوا من هاد الفصاله كلها. اول حاجه كنديروا الجليل من الحاشيه، كنديروا 8 سنتيم ديال العطفه ديالها وكنطلعوا، كنديروا الطول ديال السيده متر 44 سنتيم، هي متر 44. عندنا القياس ديال الكتف ديالها 42 سنتيم، 42 كنقسموها على جوج هي 21 زائد واحد، عندنا 44 عفوا 44 ديال الكتف كنقسموها على جوج هي 22 زائد واحد ديال الخياطه هي 23، ها هي 44. غنمشيو هكا كينشان، كنهبطو 3 سنتيم، كنشدو الكول ديال القفطان. عندنا الكول ديال القفطان كما كنقولوا عندنا ديما 8 سنتيم ديال الكول العادي ديال المراه متوسطه القد. دونك هاد السيده اللي كانت غليظه دونك ضروري غادي نديرو لها الكول هو 9 سنتيم، وغنديرو 11 هكا في الكول على شكل جلابه. كنهبطو بالخط المائل ديال الكتاف، كنجيو باش نعبروا الصدر ديالها كنهبطوا بالكتاف 23 هنايا، كناخذوا الكتاف ديالها. الكتاف ديالها عندنا 36 وحنا بغينا نديروا هاد القفطان، هاد القفطان غنديروه دغوه دغوه. دونك هي ما بغاتوش ايفازي داخل ليها من الصدر والحزام، يعني غنخدموا على حساب الباسان ديالها وغنهبطوا نيشان باش يكون افتتاحات في الجناب. يعني عندنا حنا القياس اللي خايدين عليها باش يكون قفطان ايفازي وما خرجش هو 36 سنتيم ديالها في الصدر. دونك حنا باش ما يجيش الفرق بين الحوض ديالها وبين الصدر فرق ساشيه، غادي نهبطو غادي نديرو لها 40 في الصدر، غنديرو لها 40 في الصدر وغنقلبو على التركيز. التركيز عندها 30 سنتيم، كنهبطو
باش كنقلب نلقاو الحوض كنهبطو من الصدر، قلنا باش نلقاو الحزام ب 12 سنتيم، وعاود كنهبطو من الحزام للحوض ب 24، دونك من الصدر للحوض ديريكت كنهبطو ب 36. باش غنديرو 46 ديالها اللي عندها 46، وتما غنديرو 55 باش ما يكونش الفرق. ها هي 55 ديالها، هاهي عندنا 55 بين 15 سنتيم، درنا 48 و 55، يعني 7 سنتيم بين الجليل والحوض، يعني غادي يجي شويه مائل ماشي مشكل. وغادي نسطرو بالمسطره كلشي، هادشي بحال هكا غنديرو النقط اللي كيصيلوا لينا هاد النقط باش ما يجيش. عاد غنخدمو ليها كما شفتو، انا صلت النقط ديالي الحوض وصدر وجليل، وغادي نخدم ليها التركيز. شوفوا التركيز ملي كيكون سيده التركيز ديالها كبير البركو ما تيخدمش ليا، كندير هكا نقدر ندير هكا ونمشي بحال هكا وندخل سنتيم بحال هكا ونمشي هكا. يعني تقريبا شي شويه ما كيدخلش التركيز عندي الداخل هنا، كنقادو بايدي بحال هكا كنمشي هكا قائمه زاويه قائمه، كنمشي من الصدر ديالي حتى لهنايا بواحد الخط متوازي للكتاف، ومني كنوصل هنا كنمشي بهذا الخط اللي ديال 3 سنتيم اللي هبطت منه، وكنهبط نيشان حتى لهاد النقطه، وكنجي لمنتصف هاد القطعه ديال هنايا وكندخل بسنتيم واحد، وعاد كنقوس بيناتهم، ما كنوصلش لهنايا بجوج سنتيم باش كنطلع على هنا بجوج سنتيم، وكنقوس التركيز ديالي. علاش؟ حيت البيروكي ما خدمش ليا فيه كما كتشوفوا، هذا هو القفطان ديال السيده. ما تنسوش جوج سنتيم ديال الظهر ديال الخلف، لان الثوب عندي مطوي على 4 كما قلنا. وغادي نبدا نقطع هاد الحاله. نقدروا نديروها حتى في الثوب ديال الجوهره، حتى هو كتجي هاد الحاله الا بغينا مثلا جوهره تكون مسدوده من الامام، هذه هي الفصله ديالها بحال هكا مسدوده من الامام، كتفصليها بحال هكا وتقدر ديري انت ثوب ايفازي عادي ديال جوهره، وعاد تشقي انتيا نص الطوق اللي بغيتي ديري فيها الرنده. بحال جوهره كيبغوا فيها الناس الرنده بزاف، تقدري ما بغيتيش تحليها كلها حتى لتحت، باش طوي الثوب على جوج كطويه على 4 بهذه الطريقه تماما، وكتشقيه عاد من بعد كتشقي انتيا القياس ديال الثوب ديالك. دابا حنايا فصلنا الخلف، غادي نحيدوا الخلف كله. دابا كما كتشوفوا انا حيدت الخلف كله، خليت غير الامام بوحدو وقديته مزيان حيت عارف المبره كتلصق على بعضياتها. شوفوا هاد الحاله اللي نفرت كان عندكم جوهره وبتديروا لها هاد الفصاره، كتحيدي الخلف عاد كتقوري الكول بحال هكا. لنفرض حنا بغينا نديرو مثلا، لنفرض بغينا نديرو هاد القفطان نص طوق،
الصوق اللي بغيتي ديريه من دابا. هما قلت لكم ان السيده القصيره كندير لها 36 سنتيم في الشقه ديال الطوق، والطويله كندير لها 40 حسب القياس اللي بغات هي عبرات لكم شحال بغات الطوق ديالها. يا سفيفه يا رندا بحال هكا كنخدموا نص طوق وكنشقوه. هاد السيده بغات العقه حتى لتحت، والمشكل اللي كان عندها هو اننا الفصاله العاديه ما غاتجيناش، دونك غادي درنا لها هاد الفصاله باش نشقوا ليها الثوب كله حتى لتحت. دونك دابا غادي نشق الثوب حتى لتحت كما كتشوفوا. ها انا دابا حليته بحال فصلته على جوج، حيت المشكل اللي كان عندي كون خليت الثوب كما هو وطويته على جوج وفصلت الضوفات، الله غيفصل لي الضوفات وغيفصل لي الظهر وما غيشيلش لي الكمين. حنا خدمنا هذه العمليه كامله باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الحالات اللي كاينين غلاظ، ضروري خاصهم حتى هما يلبسوا قفطنات ديالهم. انا غنحيد الامام دابا غادي ندوز للكمين ونشوفوا كيفاش غنديروا لهم. دابا كما كتشوفوا هذا هو الطرف اللي بقى لينا، بقى لينا طويل بحال هكا، راه فيه في الطول متر ونص، فيه متر ونص. دونك حنايا غادي ناخذ الكمين، ناخذ الكمين كما قلنا الكمين حنا غنحاولوا نديباسو شويه الحاشيه، وغناخذوا قلنا الكمين عاد 62 سنتيم زائد 3 سنتيم ديال الخياطه هي 65 سنتيم. ها هي 65، حنا نديرو كاع علينا فريض حتى 66 بحال هكا، وغادي نقسمو، غادي نقسمو هاد الثوب بحال هكا كما كتشوفوا. بحال هكا شوفوني مزيان اش غندير، حيت هاد العمليه كانت كانوا كيخيطوا بها الناس ومبقاش كيخيطوا بها بزاف. طويت هاد الحاشيه غير واحد شويه، علاش طويتها غير واحد شويه؟ باش نشوف القياس ديال التركيز ديالي فين غادي يجي. عندي 30 سنتيم، شوفوا 30 سنتيم فين جاتني ديال التركيز ديالها هكا، نقدر ونجيب هاد الطرف الاخر اللي كان بقى ليا بنفس يعني ما نغيروش، نجيبه هنايا ونحطه هنا فوق من هاد الخياط، فوق من شوفوا سنتيم ديال الخياطه دائما كنخرج الحاشيه فوق الحاشيه بحال هكا وكنحطه بحال هكا. هانتوما كنشدو بحال هكا مزيان، دابا راني تبت الحاشيه على الحاشيه كما كتشوفوا. حتى هاد المعامله كديروها حتى في جوهره، انتبهوا مزيان راه تحتاجوا هاد. عاد انا غادي نمشي نعبر الطول ديال القفطان دي الطول ديال الكم ديالي، غنحيد 3 سنتيم، غنقادو كاع على من هنا كله باش نخدمو مزيان. كنحيد 3 سنتيم ديالي ها هما، وكنمشي من هنا و 62 ديالي ها هي كاينه ديالكم، وكناخذ قلنا كناخذ 30 سنتيم ديال التركيز ها هو التركيز ديالها، كنهبط ب 14 سنتيم ديال التركيز، كنتاكد من هاد القطعه بانها 30 سنتيم، وكنشد 3 سنتيم هنايا وكنصايب هاد القطعه ديالي
بحال هكا، كنطويها على جوج وكنطوي هاد القطعة. هادشي راه ولفنا اننا نتعاملوا بحال هكا معكم. كما كنقولوا هذا هو الكتف ديالي كنزيد سنتيم، وهذا هو الاب ديالي كنهبط بسنتيم، وكنقادهم بالبيروكي بحال هكا. احنا نحيدو الفنيته من هنا باش يجي داكشي مقاد. وكنحاول نجمع هاد النقط حتى من هنا، كنحاول نجمعهم كلهم كما كنجمع النقط الفوقينين، هاد ثلاثه نقط، بحيث هاد النقطه الوسطينيه كتبقى ثابته في بلاصتها. كنهبطوا هنا بسنتيم وكنطلعوا هنا بسنتيم كما كتشوفوا. ها نتوما التركيز ها هو الترسم عندي هنايا ديالكم. كنمشي نراس لكم ديال السيده باتو دووا، غادي ناخذوا 20 سنتيم بحال هكا، وكنمشيو بالمسطره. هذا هو لكم، انا غادي نقطعو وغنشوف لكم. كتشوفوا واحد العمليه ما درتهاش فيها لكم، يعني ما قسمتش هاد القطعه على جوج وما دخلتش بجوج سنتيم، لان هاد السيده عندها الدراع بحال هكا ممتلئ ليها، ما يمكنش ليا ندخل. حيت قلت لكم اول ما درت وريتكم هاد العمليه، قلت لكم راه كاين حالات اللي ما نقدرش ندخل، ما نقدرش نيفازي ليها لكم، يقدر يجي مزير. مادام بغات القفطان دغوا وما فيهش ما ايفازيش من الحزام، دونك حسن لكم ما خصنيش نيفازي ليها، على حسب الذوق ديال كل وحده. هنا حنا الحالات خصنا نعرفوهم ومن بعد كنتعاملوا مع كل وحده اشنو بغات. هذا هو الكم ديالي كما شفتوا، انا غادي نوريكم الكم مزيان وغتشوفوه غنحل هاد الخراط وغتشوفوا لكم. شوفوا هذا هو لكم مثلا ديال اليمين، الكم ديال اليسار غادي يكون العكس ديالو. علاش؟ حيت هاد الخرطات كيجونا في الظهر ما تيبانوش. على حسب التركيز ديال كل سيده يقدروا بعض المرات كيجيو غير قطعه صغيره هنايا في الجن، وعلى حسب. ها نتوما كما كتشوفوا ها هما تركز الخرط بحال هكا، ها هوكم وها هوكم. كنتمنى هاد الدرس يكون عجبكم وغتستافدوا منه، والى الدرس القادم ان شاء الله.